فيتا كلاب. اتفضل نروح نقف هناك عشان نوري الناس الفيديو. بالمناسبه احنا كلنا لعيبه كره وكلنا اجسامنا ايه يعني عماد بسم الله عماد تخن شويه من فوق. احنا 73 بالمناسبه هو 73 ما عدا كابتن بلال 80 او 81 80 يا صغير يا صغير. طيب خلينا نبدا باولى الحالات اللي هيتكلم عنها قبل ما اعرض بس الحالات يا كابتن اسلام. عاوز يعني نظري اخد من كلام كابتن بلال وبالتحديد كمان من كلام كابتن عماد لان انا بضم صوتي لصوت كابتن عماد. انا كنت افضل ان زي ما كابتن عماد النحاس قال كنت اتمنى ان مارتن لاسار تلعب بثلاثة في نص الملعب وبالتحديد كنت اتمنى من اول يوم الحقيقه وانت وكنت اتمنى النهارده ظروف المباراه كانت تحتم عليك ان ده يلعب احمد فتحي وده يبقى عمرو السوليه وده يبقى كريم نيدفيد. كابتن عادل طعيم قال كده امبارح الحقيقه فعلا والله قال ان هو يعني عايز يلعب باحمد فتحي في وسط الملعب وعلى يمينه وعلى شماله كريم وسوليه. تمام ممكن نبدا نعرض الحالات. طبعا مش هنعرض حالات هجوميه علشان تمام خلينا نروح نشوف الحالات اللي موجوده عندنا الحالات الدفاعيه من الناحيه الاخرى. بص يا كابتن انا عاوزه بس من اول طبعا عشان عماره تعب معايا في المونتاج انا عاوز بس من سمير من اول الاوت. الكره دي كانت في مباراه المقص. انا بعتبر قبل ما اللعبه دي هقف بس يا سمير ثانيه واحده عشان اقول اول حاجه بعتبر الكره دي يا اسلام واحده من افضل الكرات اللي الاهلي لعبها مع مارتن لاسارتي بس هي كره توفيق وعدم توفيق. الكره دي لو كانت اترجمت لجول كانت هتبقى واحده من احسن الكرات اللي الاهلي نفذها. اولا الاهلي كانت الكره هجمه للاهلي وكانت اوت. اولا بص ممكن نبدا نعرض يا سمير اللعبه بسرعتها كم الكره هتفضل في نص ملعب المقصه الضغط بمنتهى القوه وبمنتهى الشراسه ان في حرص من لعيبه النادي الاهلي ان الكره ما تطلعش بره ملعب. انت هنا بتوضح ضغط النادي الاهلي على لعيبه المقصه في وسط الكرة. الملعب وده اللي مطلوب منهم في ايه عشان برضو الناس تقول انتوا جايبين دوري. لا احنا مش جايبين دوري احنا جايبين لعبه معينه لو تم تطبيقها او طريقه معينه لو تم تطبيقها في مباراه اليوم النادي الاهلي يستطيع ان يفوز. مظبوط كل ده المقص يا اسلام فاشل في الرجوع في الطلوع بالكره من نص ملعبه. بص الكره هتنتهي بايه؟ خلاص طلعت من الزحمه الكره اللي هرجع عليها معلش يا سمير الكره كانت هنا استخلصتها من الطرف اليمين راحت للطرف الشمال. بص في ثلاثه على الراجل فوافي اعتقد المقصه. حط هنا حسين بقى ثلاثه. خلاص خسرت الكره. في حرص ان الاهلي يقطع الكره هنا ما قطعتهاش هنا. بص نيدفيد جاي يضغط في منتهى الشراسه. بص تمام. بص الشراسه بص اتنين نيدفيد رجع جابها لمسه واحده بس اقف هنا سمير بعد اذنك. لا وقع عند اجاي هنا في زحمه خلاص انت واضح ان انت مش عارف تنفذ الهجمه من الحته اليمين بتاعتك اللي هي الشمال بتاعه المقص. خلاص هطلع بقى من الزحمه دي كلها اروح للاتجاه اللي هو ما فيهوش زحمه اللي هو اتجاه بتاع معلول. هنا اجاي بيعملها في العمق الاول اعتقد ده كان السوليه لا ده كان ناصر ماهر حط المعلول اللي جاي من ورا حطها لاجاي امشي بسرعتها خلاص امشي بسرعتها خلاص. بص الهجمه اتحرك بشماله على طول خبطت في العارضه. كل ده اللعب في نص ملعب المقصه ليه؟ لانك دافعت كويس. الكلام اللي كابتن عماد النحاس كان بيتكلم عليه لما هتدافع كويس هيبقى عندك فرص ان انت تسجل. تمام. ودي انت بتدافع كمان يا اسلام في نص ملعب المنافس بتاعك. نعم. بص الشراسه سيبها بقى يعني خليك تتفرج عليها في بسرعتها. ايوه عمرو السوليه جاي يضغط وبعد السوليه اجاي جاي يضغط وبعد اجاي ده اعتقد ناصر أو ناصر ولا كريم نيدفيد لان كريم نيدفيد صح لعب المباراه دي باك رايت. حسين الشحات بقى في لوحده هيرجع نيدفيد يجيبها تاني وفي مسانده من اجاييه وادي نيدفيد جاي كمان. يعني الاهلي كله بيدافع من اول نص الملعب لعيبه الاطراف الاهلي كله بيدافع. ليه بيدافع؟ قدام فرقه بتلعب بتجيد تحضير الهجمه وبتطلع بالكره من ورا لقدام بصوره كويسه مصر المقصه سواء مع كابتن ايهاب جلال او حتى مع حلو جدا الكلام ده وواضحه جدا اللعبه دي. عماد هل من الممكن ان اللعبه زي دي يتم تطبيقها في مباراه اليوم ولا يعني الحاله الثالثه؟ اخليك تاجل لما تشوف الحاله الثالثه ان كل اللي بتكلم عليه انت اتكلمت عليه مباراه الكوره. هنتكلم عن الحاله واحده. خلينا نبدا. اتمنى طبعا ان انت لان الكلام ده انت يعني تقدر تعمله لمده قد ايه بالظبط؟ يعني الكره دي استمرارها خدت 30 ثانيه خدت دقيقه تقدر تعمل ضغط عالي لمده قد ايه؟ انا خايف بس من الامور اللي هي الطقس اكتر، الجو عامل ازاي؟ الجو هيساعدك تعمل ضغط، طبيعه الملعب هتساعدك، لكن طبعا انا من بدايه الكلام احنا قلنا متفقين ان انت الضغط العالي ده مطلوب جدا. ان انت تاخد الكوره هنا وتقلل المسافه اللي ما بينك وما بين المرمى زي ما حصل كده في التمريره من وان تاتش وكان من اسرع الكرات اللي اتعملت قدرت ان انت توصل بسرعه جدا للجون، ده مطلوب.
عايزين برضو نفرق ما بين ان انت ماتش في الدوري لا ممكن تبقى في كوره واحده. يعني هو تامر هنا جايبها ليه؟ ان طريقه اللعب دي لو اتعملت في مباراه النهارده فيتا كلاب في كوره واحده حتى من الممكن جدا ان هي تبقى هدف. هتقدر هتقدر. انا متخيل ان توزيع الشوط نفسه او توزيع المباراه هيكون في خلالها ضغط عالي امتى هترجع تحت الكوره امتى. طبيعي ان انت بتفكر ما تستقبلش اهداف، وطبيعي اكتر بتفكر ان انت ازاي تجيب جون وتحافظ عليه كمان. تمام، خلينا نروح للحاله الثانيه. تامر عايز تقول حاجه هنا؟ لا طيب خلينا نقول الحاله الثانيه. عندي خلصت حاله مصر المقصه. الحاله الثانيه كانت برضه حاله هجوميه للنادي الاهلي، وبرضه لما امام وادي دجله، وبرضه لما الاهلي هيخسر الكره اسلام كنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت. لمسه لمسه لمسه، في تصميم على الاختراق من العمق، في مهاره. الاهلي خسر الكوره خلاص. بص كريم نيدفيد بينقض عليها، بقطعها من هنا من التلت الدفاعي بتاع المنافس ايا كان هو. هنا وادي دجله النهارده انت بتتكلم على فيتا كلوب، الكره انتهت بهدف، بس طبعا هدف ملغي لان كان بداعي التسلل على جونيور اجايه. اللي كابتن عماد بيقوله ان ممكن حاله مصر المقصه تنفذها في اول تلت ساعه، والجو هو قصده كمان الجو والملعب. الحاله الثالثه بقى دي هو كده سمير بيعيد حاله وادي دجله تاني. اللمسه واللمسه برضه انت ما زلت مصر على ان اللمسه الواحده هتفرق كتير جدا مع الاهلي واستعادت الكره بسرعه. مظبوط. طيب. هنا بقى لعبه بتروجيت دي كانت في الشوط الثاني، اعتقد كابتن عماد بقى هو قصده ان لما تيجي خلاص بتقسم المباراه في الشوط الثاني تعمل كده. هرجع ثاني معلش يا سمير من اول الفاول بتاع بتروجيت دي، بالمناسبه دي اخر مباراه للاهلي بتروجيت الاربعه. طبعا معلش مروان عمل فاول مره ثانيه، احنا بنقول لحضراتكم احنا جايبين حاجات دوري، احنا ليس لنا حقوق في في البطوله الافريقيه. هنا احمد العجوز لعيب نص الملعب بتروجيت بيبدا هجمه. بص يا اسلام، كل لعيبه النادي الاهلي زي ما كابتن عماد هيقول لك كلهم رجعوا تحت الكوره. بص بتروجيت بيبدا في ايجاد ثغره، هتدخل في الدايره، احمد العجوز مش لاقي حد لان لعيبه لباس. ارجع لها شويه يا سمير، اول لما عاوز مروان تحت كمان احمد العجوز، هرجع لها شويه كمان. لا مش من الاول كده، هرجع لها في معلش يعني. واحده واحده ماشي مفيش مشكله ناخدها. بص لما الكره تروح للعجوز عشان نفهم الناس، لعيبه الاهلي كلها رجعت. بس عاوز ارجع بس يا سمير، بص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ده جيرالدو مظبوط. ولو سمير رجع فريم كمان هتلاقي ان في حرص كبير جدا من جونيور اجاي ان هو يرجع ويقوم بالدور الدفاعي. وده اعتقد ناصر اللي جاي من نص راجع. بص السبرنت ازاي، كلهم في الحاله الدفاعيه، يبقى اللي هو العماد بيتكلم عليه اللي هو يرجع تحت الكوره. ده اللي انت يا كابتن عماد بتفضله انه في الشوط الثاني. مظبوط مظبوط، هو مش شرط في الشوط الثاني، بس عشان تحدد بس انت هتقطع الكوره فين. تمام. عشان ما يتحطش في موقف، انت بتقول فرقه بتلعب على الهجمات المرتده كويس، تعقيد اللعب زائد ان لازم كلنا نرجع ونحافظ على المسافه اللي ما بيننا وما بين بعض، بس مش اكتر. مظبوط. انا عايز كمان يا اسامه، بص في اللعبه دي بتاعت بتروجيت الطرفين هيقوموا بواجب دفاعي على اعلى مستوى. صحيح في شويه تحفظ على الارتداد. مروان انت قلت بس خلاص كده، لعيبه الاهلي كلهم ورا الكوره. كلهم ورا الكوره وكلهم بيقوموا ادوار دفاعيه. تمام. خلاص انت كل ده بتروجيت مش لاقيه. طب راح، بص بقى مين اللي راجع، بس هقف وهي على راسه. ده مين؟ جيرالدو. بص جيرالدو وصل فين؟ لبوز ال 18 كانه باك رايت. وكانه لسه هقول لك، وكانه باك رايت. بس هقف هنا، في هنا شويه بطء شويه في الارتداد عند مين؟ يعني الطرفين رجعوا وقاموا بالادوار الدفاعيه. سواء جيرالدو الاشول اللي بيلعب في الطرف اليمين او اجاييه الايمن اللي بيلعب في الطرف ولكن الشمال، ولكن محتاج ينزل تحت خطوتين اسرع شويه الارتداد. ده اللي المفروض اللي هيقوم بيه مين النهارده؟ رمضان. رمضان لازم يبقى، وده مهم جدا لسه هقول، لازم عنده ادوار دفاعيه، لان عدم ارتداد الاطراف النهارده ده هينتج عنه ان الاثنين بتوع عمق الملعب يبداوا يخرجوا للاطراف لتغطيه الاجناب بتاعه النادي الاهلي اللي ما بترجعش. يعني يا اما السوليه يا اما ندفد هيبدا يتطرف عشان يغطي كسل رمضان في الرجوع او كسل اجاييه في الرجوع. تمام. لو واحد من الاطراف او لعيبه عمق الملعب خرج من للاطراف عشان يغطي، ده هيخلي في مساحات كبيره في عمق الملعب، وده عندهم الناس بتعرف تسدد كويس جدا على المرمى. هنا زي ما قلت لك ده اجاي مكمل الرجوع، رجع يبقى لازم اجاي ورمضان صبحي خلاص اخر حال عندنا. بص اجاي وصل لحد فين يا اسلام؟ لغايه خط الجول، فضل على خط الجول خطوه او اتنين في منتهى القوه. الاهلي بيدافع، بص اتلمع كام واحد من لعيبه النادي الاهلي. خلاص الاهلي استخلص الكوره، احترام المنافس، لازم تدافع بمنتهى القوه زي ما بتهاجم بمنتهى القوه. شكرا يا تامر، اتفضلوا. يعني بلال برضو انا عايز اسالك في